أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الآخر: هل يجوز للمسلم أن يحج دون علم والديه إذا كانوا بعيدين؟ إذا كان والداه لا يحتاجان إليه، فإنه يحج فريضة أو نافلة لعدم الضرر على والديه في ذلك. أما إذا كان والداه يحتاجان إليه ليبقى عندهما لخدمتهما والقيام بحقوقهما، فإنه لا يخرج إلا بإذنهما. نعم.